احتياجه حياتها وأعمالها. مؤلف الكتاب هو طالب الدكتورة فيفيان ياجي مكي بشير مصطفى البدري، وهو خريج جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الأولى في اللغة الإنجليزية، وحاصل على الدبلوم العالي في الترجمة وماجستير اللغة الإنجليزية من جامعة ماليزيا، والدكتوراه في اللغات من النمسا، وعمل أيضا أستاذا بقسم اللغويات بكلية الآداب جامعة الخرطوم. وهو يحدثنا في صفحات الكتاب من 97 إلى صفحة 104 عن معرفته الشخصية بمدام ياجي، والتي دفعته إلى الاهتمام وتأليف الكتاب. الطابعون للكتاب مدارك للطباعة والنشر والتوزيع، ويجلس بيننا مدير الدار أستاذ إلياس فتح الرحمن، ونهنئه بالإخراج والتصميم الفنان الأنيق للكتاب كدأبهم في دار مدارك. المؤلف قسم الكتاب إلى جزئين. الجزء الأول مسيرة حياة فيفيان أمينة ياجي، وتبدأ من الطفولة والنشأة مروراً بمراحل حياتها المختلفة وحتى وفاتها. والجزء الثاني أعمالها، كتب، مقالات، محاضرات وبرامج إذاعية. ويحدثنا الكتاب بأن الطفلة فيفيان ولدت في عام 1930 في مدينة لاروشيل لأسرة نبيلة، تنتمي إلى أسرة من الأسر النبيلة في فرنسا، وأسرتها أسرة صغيرة لديها أخت واحدة، يعني زي سكينة وسلمى، فيفيان وجاكلين، وجاكلين تكبرها بعشرة أعوام. القارئ لما يدقق في الكتاب يجد نفسه أمام شخصية تميزت بالإصرار والالتزام والأخلاق الفاضلة والتواضع وحب المغامرة. يحدثنا المؤلف عن اعتناق أمينة للإسلام، وأمينة هو الاسم الذي عرفت به بعد اعتناقها للإسلام. وكان اعتناق الإسلام سؤالاً مؤرغاً لها، أتحتنق الإسلام أم لا؟ يعني ما كانت المسألة بالنسبة لها سهلة، دارت في ذهنها أسئلة كثيرة قبل أن تحتنق الإسلام، لكنها توصلت إلى أن العقل يجول حيث يريد والله يقوده إلى ما يريد. يعني هي فكرت كثير في هذا الأمر، لكن في النهاية قادها ربها إلى ما يريد. اعتناق أمينة للإسلام كان أصيلاً، يعني ما كان مجرد قشور ومظاهر يقول لك والله أسلمت والله أسلم لما يكون أجنبي، يعني لا، هي الإسلام بالنسبة لها كان أصيلاً، ما كان مجرد قشور ولا كان مجرد مظاهر، وأتبعت ذلك بالاهتمام بالدراسات الإسلامية. كتبت مدام ياجي عدد كبير من المقالات والكتب عن التاريخ الإسلامي. يعني لما تقرأوا الكتاب حتلقوا المؤلف ذاكر عدد من الكتب والمقالات الكتبتها عن التاريخ الإسلامي. وفي عام 2004 كتبت كتاب عن الفقه الإسلامي. كتبت كتاب أيضاً عن أصحاب الرسول الكريم
ومجهوداتها توجت بأن منحتها جامعة أم درمان الإسلامية درجة الدكتوراه الفخرية في الدعوة الإسلامية عام 2003. يعني هي كانت مهتمة بشيئين، يعني تحدد هي عايزة تمشي في اللاين بتاع المسيحية، أسرتها أسرة كاثوليكية يعني ملتزمة جداً، أو تحتنق الإسلام. حسمت هذه المسألة باحتناق الإسلام الذي أصبح ممارسة بالنسبة لمدام ياجي. وكذلك اهتمت بشيء آخر هو تعلم اللغة العربية. دراسة اللغة العربية بالنسبة لمدام ياجي حسمت السؤال احتناق الإسلام، لأنها بتفتكر إنها خلاص إذا هي حتحتنق الإسلام وحددت إنها حتحتنق الإسلام لابد أن تكون ملمة باللغة العربية بكل تفاصيلها. وبدأت فيفيان بدراسة اللغة العربية لدى المستشرق ريجي بلاشير بمدرسة الدراسات الشرقية في باريس. المؤلف حدثنا بإيجاز عن بلاشير في صفحة 43. فيفيان لما بدأت دراسة اللغة العربية كانت في سن 19 من عمرها. نحن هنا نقول عمر الزهور، عمر المونة، و 19 سنة. هي بدأت كانت جادة جدا في إنها تدرس اللغة العربية وهي في سن 19 بمدرسة الدراسات الشرقية في باريس. أهمية دروس بلاشير في اللغة العربية كانت مهمة جدا، لأنها كانت تغيير جذري في حياة أمينة، لأنها من خلال تلك الدروس قابلت زوج المستقبل محمد أحمد ياجي. يعني قابلته وهي تتلقى تلك الدروس عن بلاشير. المؤلف بيقول بالنسبة لمحمد أحمد ياجي: وهو الذي قادها إلى معرفة الإسلام وتعميق معرفتها به وتعلم اللغة العربية بصفة مباشرة. لكن أنا أعتقد أن المؤلف قد جانبه التوفيق في استخدام كلمة قادها، فهي امرأة لا تنقاد، فيفيان ياجي. أفتكر إنه ساعدها، وهو ذكر مرة أخرى ثاني قال إنه ساعد في هذه المسألة. ففي موضع آخر المؤلف ذكر فعرض عليها أن يساعدها في تعلم اللغة العربية. فكلمة قادها دي يعني لو حصلت طبعة ثانية للكتاب حقه تتشال، لأنها ما بتشبه مدام ياجي، لأنها أول حاجة هي عارفة الإسلام سلفاً قبل مقابلة محمد أحمد ياجي، وغير كده شرعت في دراسة اللغة العربية في عام 1947 قبل أن تلتحق بمدرسة الدراسات الشرقية اللي قابلت فيها محمد أحمد ياجي. يعني معناها هي سلفاً حددت هذه المسائل قبل مقابلة ياجي. وواصلت دراسة اللغة العربية، وكان تفكيرها في الوقت ذاك إنها تتخرج في مدرسة الدراسات الشرقية وتحصل على الليسانس والدكتوراه في اللغة العربية. وكان في تفكيرها إنها تغادر فرنسا إلى أحد بلدان شمال إفريقيا أو إلى سوريا، لأن دي كانت البلاد في الوقت ذاك الإسلامية المعروفة لدى الفرنسيين، وكانت تحتزم الاستقرار في تلك المناطق. لكن وكما يقول المؤلف، القدر كان يخبئ لها دربا آخر. يعني لكن هي كانت في البلانز بتاعتها، في خططها، إنها تمشي شمال إفريقيا. تعلم اللغة العربية غير إنها مربوط باحتناق للإسلام، أثبت أهمية أيضاً عندما قررت الزواج من محمد أحمد ياجي، فهو مهم جداً للتواصل. هي قررت الزواج من سوداني وإنها تسكن في السودان، فلا بد من أنها تكون ملمة باللغة العربية
وهي تتحدث اللغة العربية الفصحى وتتحدث اللغة العربية الدارجة بلكنة فرنسية. يعني أنا زي ما حوريكم عندي تجربة معاها، هي تتحدث الدارجي بصورة يعني مثيرة جداً يعني وبطريقة واضحة. يعني لما قابلت محمد أحمد ياجي، هو كان يعيد لدراسة الدكتوراه في جامعة السوربون. هو تخرج في جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة، وبناء على اقتراح من الدكتور طه حسين نصحه بأنه يكمل دراسة اللغة العربية ودراساته العليا في السوربون. فبتقول للمؤلف إنها لما قابلت ياجي ما كان بتعرف حاجة اسمها السودان، بتعرف حاجة واحدة بس اسمها فشودة. طبعا فشودة مشهورة لدى الفرنسيين لأنها شهدت صراع استعماري بين بريطانيا وفرنسا. يعني حملة الغزو، استعادة غزو السودان لما جاءت بقيادة كيتشنر بعد ما خلص من أمدرمان وكرري، طوالي اتجه إلى أعالي النيل لأنه مارشانت الغائد الفرنسي تحرك من غرب إفريقيا إلى أعالي النيل، وبريطانيا كانت لا تساوم في أعالي النيل لأن السيطرة على مصر والسودان لازم تكون من المنبع إلى المصب. فاتحرك كيتشنر إلى فشودة، وهناك يعني قربت تحصل معركة، لكن الحكومة الفرنسية قررت لأسباب دبلوماسية الانسحاب. فعشان كده بالنسبة لمدام ياجي، لما ياجي سألها إنها بتعرف شيء عن السودان، قالت بس بتعرف فشودة، ما بتعرف أي حاجة عن السودان غير فشودة. وزي ما بقولوا الشيء بالشيء يذكر، في رواية اسمها فشودة برضو طلعوها ناس دار مدارك، ومؤلفه هو أحمد حسب الله الحاج. والله أنا أنصح إنكم تقروا هذه الرواية، يعني فيها أشياء مثيرة جدا وتنتهي بفشودة وحادث فشودة. طيب العلاقة توطدت بين محمد أحمد ياجي وفيفيان لما كان بيساعدها في تعلم اللغة العربية. يعني كان بيمشي لبيت أسرتها ويساعدها، وده أتاح له الفرصة إنه يتعرف على أسرتها. والمهم في أثناء الدروس عرض عليها الزواج، ويحدثنا المؤلف في صفحات من صفحة 48 ل 49 عن أسرة ياجي والأسلاف من جهة الأم والأب. وبعد تفكير عميق من ناحية أمينة ياجي وتمعن في الإيجابيات والسلبيات، قبلت عرض محمد أحمد ياجي بعد تفكير. يعني هي بتتفكر وتتروى في الأمور. حاول أستاذ الاجتماع والحضارة الإسلامية في جامعة السوربون، وهي تعرفه وهو ماسينيون، حاول إقناعها بالعدول عن الزواج من محمد أحمد ياجي. فيفيان كانت تحضر الدروس، يعني كان بيحذرها من نمط حياة المسلمين، وحاول يعني إقناعها بأنها أحسن تبعد من هذه المسألة، لكنها كانت مصممة. وذهب ياجي، محمد أحمد ياجي، لقضاء إجازته في السودان ولتهيئة الأسرة للزواج من أجنبية. محمد أحمد ياجي كان متمسك بها جداً جداً، وهي تذكر في الكتاب إنها مرضت مرضاً شديداً لفترة طويلة، وحاولت تقنعه بأنه يعدل عن الزواج بسبب المرض، لكنه كان مصراً جداً. يعني بعد الشفاء غضت يمكن فترة نقاهة هي 6 أشهر، وعقد القران، وكان ذلك في 24 ديسمبر 1952 بمسجد باريس. أنا ذكرت في البداية إنها هي تحب المغامرة وتحب التعرف على الأشياء وكذا، فأتاحت لها فرصة عمل زوجها دبلوماسيا بوزارة الخارجية، فرصة للتنقل في مناطق متعددة من العالم. السفير ياجي أصله بدأ في واشنطن لفترة وجيزة، وبعدها انتقل إلى نيويورك
للعمل في بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة. بعدها من الولايات المتحدة كانت المحطة الثانية أرض الرافدين بغداد العراق، وقبل ذلك كان شافت القاهرة لما كان جاي السودان بعد الزواج، توقفت مع زوجها في القاهرة في طريق العودة إلى السودان. لما قعدت في العراق وعلى حسب كلامها يعني إن هي كانت disinterested، ما راغبة في حياة نساء الدبلوماسيين والحياة الفارغة ما فيها فائدة، فقررت إنها تستغل الفرصة في العراق لزيارة الكوفة والنجف وكربلاء. ورغم إنها تكره السياسة كما ذكر المؤلف، تكره السياسة منذ صباها عندما سجنت أمها لأسباب سياسية بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها كتبت عن الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم، الكريم قاسم وثورة العراق في عام 1958. فيفيان أمينة كانت تكره السياسة لكن أعجبت بشخصية عبد الكريم قاسم، كانت تشاهده في زياراته المتكررة للفقراء في شوارع العراق. ويقول المؤلف إنها يعني كانت تكره السياسة ونأت بنفسها عن التأريخ لأي أحداث سياسية في السودان عاصرتها. طبعاً هي عاصرت أحداث سياسية مهمة لكنها لم تكتب عنها، واكتفت في كتاباتها عن السودان بالتاريخ والثقافة والجانب الاجتماعي والتراثي. وانتقلت من بغداد مع زوجها إلى الكونغو إلى كينشاسا مع السفير ياي. وذكرت في البداية إن الإسلام بالنسبة لها كان التزاماً، فهي أدت فريضة الحج مع زوجها مرة وبمفردها مرة ثانية، وكتبت كتاب هو زوار بيت الله. وأتيحت للسفير ياجي في الخدمة في وزارة الخارجية إنه يمشي جدة، فدي أتاحت لها فرصة إنها تكون طوالي في المدينة ومكة وتكتب كثير عن هذه الأشياء. السفير ياجي عاد إلى السودان في عام 1968، وبعد ذلك شغل عدد من المناصب الرفيعة. مؤلف الكتاب يورد سيرة ذاتية للسفير ياجي في الصفحات من 58 إلى صفحة 60، يعني سيرة ذاتية ناصعة وثرة بالنسبة للسفير. طيب، مدام ياجي كانت ربة منزل ملتزمة من سنة 1952 لحد 1988. يعني المؤلف حدثنا عن العلاقة الشخصية ربطته بمدام ياجي، هي أشرفت على بحثه للتخرج في السنة الخامسة، ويتحدث عنها وعن عظمتها وعظمة التعامل مع الطلاب. دي مسألة لابد من الالتفات لها في هذا الزمن، تتعامل مع الطلاب بحنان بالغ على حسب ما ذكر المؤلف، وتعرف معظمهم بأسمائهم. ويتحدث أيضاً عن جلوسها لساعات طويلة في مكتبة الوحدة العلمية الفرنسية، وكانت في ذلك الوقت تعيد بحثها عن الخليفة عبد الله. مدام ياجي باحثة مجدة، يعني أنا لي تجربة معاها، لما أنا بعمل في الماجستير بمشي دار الوثائق، فلقيت في سيدة هي أجنبية ظهر لي ولابسة توب أبيض، بتجلس من الصباح، أنا بجي الساعة 8 بتكون جالسة ما بتتحرك، يعني أنا بتخفص أمرق بريك وأجي راجعة وهناي وهي قاعدة، يعني أنا كنت محتارة هي منو. المهم عرفتها وتعرفنا ببعض، وعرفت إنها هي بتعيد لي رسالة دكتورة. فالكلام الذكر المؤلف يؤيد ما شفته أنا بعيني في دار الوثائق القومية، ومعرفته وإعجابه بها المؤلف قرر إنه يقدم خدمة جليلة لأستاذته، يعني معناه هو معجب بها جداً جداً.
رأى إنه يترجم بعض أعمالها إلى اللغة العربية، وطبعاً ما اكتفى بذلك، ألف هذا الكتاب عن مدام ياجي. معناه هي شخصية آسرة جداً، يعني أسرت المؤلف لهذه الدرجة. ومدام ياجي طبعاً معروفة لأساتذة اللغة الفرنسية، يمكن بعدين الدكتورة سارة تتحدث عن هذا الموضوع، كرموها. وفي صورة في الكتاب الدكتور يونس الأمين وهو موجود بيننا يسلمها درع التكريم، أيضاً أبنها القسم عند وفاتها في عام 2011. أيضاً ذكر المؤلف مشاركة مدام ياجي في المؤتمرات العالمية والإقليمية. أنا عندي تجربة شخصية معاها في المشاركة في مؤتمر 1992، كان في مؤتمر عقد في نظمته جامعة مدغشقر، جزيرة مدغشقر. تتذكر يا سلمى أنت مش جبتي أمك في المطار؟ المطار كان مطار الحجاج ده مقفول، مش كده؟ تتذكري؟ آه. فمشينا مع بعض، وبعدين أنا عرفتها أكثر. ليه؟ لأنه المؤتمر كان مدته كلها 5 يوم، لكن اتحبسنا حبسة، يعني أريت حبستكم في مدغشقر، ها؟ أسبوعين ما كان في طيران لنيروبي، ها؟ فناس المؤتمر قرروا يستضيفونا نقعد ماله. فقعدنا، دي قاعدة أتاحت لي فرصة عشان أنا أعرف مدام ياجي. مدام ياجي إنسانة مرهفة المشاعر، يعني أنا بتذكر مرات يعني بطلع نمشي السوق أتأخر برا، لما أجي راجعة بلقاها قاعدة برا في الريسبشن منتظراني، يعني قلق ما عادي، هل أنا وصلت سليمة؟ ما بتنوم قبل ما أنا أجي يعني. ويعني دي حتى المشاركة بالمناسبة، مشاركتي في المؤتمر كانت بترشيح من مدام ياجي. أنا كنت لا أعلم عن ذلك المؤتمر، وما قالت لي أصله، يعني ده لو زول تاني يقول لك أنا ما عملت لك كده وأنا مش سفرتك ووديتك وكده، ما عرفت هذه المسألة إلا ليترون من خواجات لقيتهم في مؤتمر تاني قالوا لي أصلا هو مدام ياجي هي الرشحتي كان للمؤتمر بتاع مدغشقر، ما ذكرت لي إطلاقا، ذكروا لي الناس غير مدام ياجي. طيب، مدام ياجي إنسانة شعبية، وناسبها حي العباسية العريق، وناسبتها أسرة ياجي العريق. أسرة ياجي أسرة متميزة بالعلم والأدب الجم والتواضع، يعني دي سمة من سمات أسرة ياجي وآل ياجي. فده كان شيء مناسب جدا لمدام ياجي، يعني هي تتوخى كانت الشعبية والأسرة العريقة ووجدت ذلك. والمؤلف نفسه وصف أسرة ياجي بأنها أسرة اشتهرت بالعلم ونبل الأخلاق، وهو محق في ذلك. نحن عندنا تجارب مع هذه الأسرة وهو محق في ذلك. ومدام ياجي خلقت علاقات حميمة وودودة مع أهل زوجها، وتذكر إنها استقبلت استقبالاً حاراً رغم إنها كانت متوجسة في البداية، وقالت إنه الاستقبال الحار ده أسرها إلى الأبد، استقبال أسرة ياجي أسرها إلى الأبد. وكانت تستقبل الضيوف في منزلها ببشاشة دائمة، وده وصف لأحد أفراد الأسرة للمؤلف. ويذكر المؤلف أنه عندما توفيت والدة السفير ياجي في عام 1957 لم يمنح عطلة، فسافرت هي، جاءت السودان وسألها شقيق زوجها، المؤلف لم يكتب اسم الشقيق ولكنه يقصد إبراهيم ياجي والد الدكتور خالد ياجي وعمر وإخوانهم، فسألها قال لها لماذا يعني تكبدت مشاق الرحلة الطويلة؟ فردد عليه وقالت له إنه والد السفير ياجي احتبرني ابنته، واجب الابنة إنها تكون بجانب والدها وإخوتها عندما تتوفى والدتهم. فعشان كده جات هي، لما هو ما منح جات هي لمراسم العزاء يعني. مش كده وبس، يعني حبها للعباسية وللسودان خلاها إنها لما
كانت متوقعة جنين، فكان في خيارات لولادة الجنين: يا إما تبقى في نيويورك حتى الولادة، أو أن تذهب إلى أسرتها في باريس. لكنها قررت أن تذهب إلى السودان. يعني البروفيسورة سكينة هي بيناتنا، ما عارفة حرمتي من الجواز الأمريكي ولا كيف، لكن المهم جيتي هنا ولدوك هنا في أم درمان. فالجنين هو كان البروفيسورة سكينة ياجي، وهي قررت إنها تربي سلمى، سكينة وسلمى، مثل سائر الفتيات السودانيات. وحرصت على إنه تعلموا اللغة العربية، يعني ما علمتهم اللغة الفرنسية، يتعلموها براهم لما كبروا، ما علمت لهم مدام ياجي. فهي عاشت في وسط العباسية، في وسط أسرة ياجي، وفي الوسط الأم درماني، وكانت تعيش حياة المرأة السودانية. لكن ده ما معناه إنها نست النشاط الفكري. يعني هي قاعدة ربت منزل من 1952 ل 1988، لكن كانت بتشتغل، كانت شغالة اطلاع وبحث وترجمة. ويذكر المؤلف إنه في نهاية نوفمبر 59 توفي والد زوجها الحاج أحمد ياجي، وبعده بأربعين يوم توفي إبراهيم ياجي. القصة دي قالت دخلت على زوجها كثير وفاة إبراهيم ياجي، لأنه إبراهيم ياجي كان يساعد زوجها، رغم أنه عنده أسرة كبيرة، لكن كان يساعد زوجها. وظلت موجودة في أم درمان لغاية ما رحلت منها عام 2007. فحتى بتقول إنها رحلوا للخرطوم، لبيتهم في الخرطوم. فقالت لواحد من الصحفيين، يعني بعبارتها: يوم رحلنا من أم درمان للخرطوم كان إحساسي زي الكتالوني. أي كاتب المؤلف إحساسي زي الكتالوني، يعني دايرة تقعد في أم درمان. وكانت دايما بتتمنى إنها ما تقوم تموت برا السودان، تموت في السودان وتندفن وين؟ في أم درمان. وقد كان توفيت في السودان في عام 2011، ودفنت في مغابر حمد النيل في أم درمان. بالنسبة لأسرتها كانت على ارتباط بجاكلين أختها، زارت السودان 3 مرات جاكلين، وكانت شاعرة تكتب القصائد، وأبدت إعجابها بالسودان، ورثت السفير ياجي عند وفاته. في الجزء الثاني من الكتاب المؤلف يتحدث عن أعمالها وكتاباتها، عندها ترجمات كثيرة جدا لو رجحت للكتاب، منها ترجمة كتاب نعوم شغير، وترجمة عدد من المسرحيات السودانية. وبتقول إنها مرة شافت مسرحية نبتة حبيبتي وعجبتها جدا جدا، فجات شعبة اللغة الفرنسية وقابلت واحد من الأساتذة الفرنسيين، فبتحكي لي عن المسرحية، فقال له: السودان فيه مسرح؟ فشعرت بأنه بيتهكم، فقررت إنها لازم تترجم المسرحيات السودانية. كتبت أيضا كتابين عن الأحاجي، أحاجي أم درمان والفارس الأسود، وأيضا قارنت ما كتبته مع كتاب الأحاجي السودانية للبروفيسور عبد الله الطيب. كتبت كتاب الخليفة عبد الله، هو ده رسالة للدكتوراه، خليفة عبد الله حياته وسياسته. ده طبعا ما موضوعنا، لكن نحن نختلف معها كثيرا فيما أوردته في هذا الكتاب. طبعا اختلافات المؤرخين بيكتبوها في مقالات وتنشر مقالات علمية. يعني هي بتفتكر إنه الخليفة عبد الله ظلم كثير من قبل المؤرخين، يعني فده موضوع آخر. المهم إنه الكتاب ده بيحتاج، أنا استلفته من سكينة، بيحتاج إلى مراجعة وإعادة طبع، ويا حبذا يا سكينة لو كانت إعادة الطبع في مدارك. ففيك حاجات كثيرة في الكتاب ده، يعني ما حنتعرض لها هنا. يعني أنا بفتكر إنه المؤلف والله نجح، يعني نجاح كبير في كتابة هذا الكتاب. يعني سلس، اللغة سلسة جدا وشيقة، يعني أنت لما تمسك الكتاب مما تبدأ تقرأه لغاية ما تنتهي منه بتقرأه في وقت واحد. يعني وأهدت الكتاب إلى زوجها، ومش زوجها وبس، لكل الذين جعلوها تحب السودان. يعني
برضو ألفت كتاب رجال حول المهدي، تناولت فيه شخصيات مثل الخليفة عبد الله والأمير يعقوب جراب الراي وحمدان أبو عنجة والزاكي طمل وعبد الرحمن النجومي. كتبت أيضا عن سلاطين دارفور. أنا في الختام بفتكر إنه مؤلف الكتاب نجح نجاحا كبيرا في تقديم صورة متكاملة لمدام ياجي وفي الوفاء لأستاذته في زمن كاد أن ينعدم فيه الوفاء. ونوجه سؤال لسكينة وسلمى، أين مكتبة أمينة ياجي؟ ونأمل في الحصول على المفقود من مؤلفاتها كما ذكر المؤلف. أيضا نجحت دار مدارك في إخراج هذا الكتاب بصورة فنانة وتصميم رائع، يعني ما أفتكر في تصميم أجمل من كده، في صورة تشبه فيها سكينة كثير في هنا في شبابها، ويعني تصميم رائع جدا. ومرة أخرى نحيي مكتبة جامعة الخرطوم وبروفيسور حسن حجالي. شوف ليه الأسرة ذاتها بتاعت ياجي لما عينت في التاريخ بتاعها بتلقاها أسرة يعني ضاربة في التاريخ في جذور العلم والتعلم دائما، يعني تلقاهم لو مشيت في تاريخهم العلم والتعلم في الدين، لأنه زمان كان بيعتبر ده الشيء المهم. فالعلم والتعلم في أفريقيا كلها شمال غربها وبعدين في السودان. فدي هيئ لبيبيان أن تنهل نحن بنسميها جماعة حجة بيبيان، يعني في البيت أي زبولة يا حجة بيبيان، ما الأسماء الثانية دي يعني لكن الحجة. فدخل لا تنهل من العلم لأنه لقت ده الدرب ومشت فيه. لاحظ إنه فيفيان لما جات السودان اهتمت بأشياء كثيرة جدا، سواء كان في المجتمع، أنواع المجتمع المختلفة اللي أنت بتشوفها كل يوم في حركة الناس، فبقت زي الناس، ما في يعني لا تتعامل مع الناس إنها أوروبية بالمرة. وبعدين تلقى نحن كثير من المرات لما معاها تناقشنا كثير، في الوقت ده كانت يا دوبة كلمتين ثلاثة عربي باللغة الفصحى، أنت لو تكلمت لسه كان ما يقدر، لكن باللغة العربية الفصحى غد، ونحن ما بنستعملها حتى يعني في كلامنا، ما بتقدر انت تتكلم لغة فصحى، لكن ده. فكانت دائما في نقاش مع الناس وسؤال، دائما تحب المعرفة. حتى في الدين مرات تسأل في أشياء نجاوبها، مع انه في والدنا موجود وهو من العلماء بتاع الدين وكذا، لكن لما نناقش غالته تقوم تقول لنا الكلام الصح وتديك الريفرنس. فنحن بالهنا نقوم نقول يا حجة انت مالك ده الإسلام ده حقنا نحن، انت جاية بتاع ساي ما تقعدي تغالط الناس ساكت. فكان يعني تحس انه زول تاني ممكن يزعل، ابدا كان تاخذ الحكاية تورينا الصح شنو وليه قالت الكلام ده والريفرنس بتاعها شنو الى اخره. بعد كده تجي تلقاها ابتدت تكتب
تقرأ فتجد من الحاجات اللي ممكن الزول يقولها، لاحظ ترجمتها في كتب كثيرة، يعني لاحظ إنها ترجمت كتاب نعوم شغير اللي هو حاجة تعطيه ألف وكم نسخة، ألف وكم صفحة، قاعد 10 سنين بترجم فيه. أصد صبر أيوب عشان أنت تقعد يعني. وفعلا دلوقتي هي النسخة الوحيدة في العالم المترجمة للعوم شغير اللي كتبتها هي، اللي موجودة في المكتبة في فرنسا. فده شيء يعني بالنسبة للسودان، يا دوبك الناس برا ابتدوا يقروا عن تاريخ السودان لما قروا الكتاب بتاع نعوم شغير وترجمته، خلته يترجم بحاجات تانية. من الحاجات التانية في البيت وفي الحلة وما شاكل ذلك، بتلقى لحاجة ابتدت تسمع، هي حريصة جدا يعني، مرات تقعد مع العجائز زي ما نحن بنقول وبتسمع منهم الأحاجة والحكايات والبتاع. وبعدين دي كانت ثقافة في السودان، الحكايات دي يعني تقعد يحجوك. فهي دي عملت، ومنها أفتكر ابتدت تكتب عن الأحاجة والأشياء اللي تكلم عليها دي. فحجة فيفيان بالرغم من كل الكتابات والعلم ما نست إنها هي عندها أسرة، عندها أطفال، يعني ديل نشأوا نشأة منهم درمان لكن بالعلم وبتاع الطريقة اللي هي من أول شافته في الأسرة من قديم. وطبعا حس معانا بروفيسور سكينة وفي سلمة، وده بوريك مدى العلم والمعرفة اللي هي يعني أصرت إنها تمشي فيها. لاحظ إنه في بيته المكتبة بتاعت ياجي، أنا بفتكر هي أضخم مكتبة موجودة في السودان. وتقول لي مكتبة منو؟ لحد أسا موجودة هذه المكتبة ضخمة تمام، ما عارف استفاد منها. زمان هو كان يعني نشيط وكذا، فيفيان كانت في المكتبة دي يعني ترتب المكتبة دي ترتيب شديد، وتسأل عن أي شيء تعرف لك، هي آلاف مؤلفة من الكتب موجودة ومرصوصة بطريقة يعني كأنها هي لايبريريا، كأنها هي أمين مكتبة. فدي برضو من الحاجات اللي ناس لاحظ إنه لو قلت واحد يبتدي يتكلم عن الحجة فيفيان عايز لك كده تقعد تحكي مسافة طويلة خلاص، لأنه في أوجه كثيرة. الكويس إنه بروفيسور فادية ذكرتها بتفصيل كل ما ذكر في الكتاب، فما في داعي أنا أخش في الحتة اللي فيها دي. لكن أنا بفتكر يعني الواحد بيفتكر يعني دكتور مكي البدري يعني جد يشكر إنه قليل من الناس الوفاء في إنه يعني أساتذتك تعمل لهم وتكرمهم، وكأنك تكتب كتاب سيدة ما الناس في البلاد الثانية بأجروا زول عشان يكتب ما شاكل ذلك، لكن ده من بدون. بعد كده تجي تمسك يعني دار مدارك كونهم يقوموا ب ببلشنج الكتاب ده، والحكاية دي يعني ما سهلة إنك تكتب تعمل تببلش بوك، مشروع كبير جدا يا جماعة. فده برضو يعني بيستحق عليه الشكر. ده كله أنا بتكلم من الأسرة، يعني الأسرة بتحس بأنه الناس أوفوا، مش لفيفيان، هو للأسرة كلها الممتدة. و طبعا هنا ما بنسى الزول يشكر الناس اللي نظموا هذا الحفل اللي نحن فيه دلوقت، والناس اللي حضروا. أنا بفتكر ده مش لونشينج للكتاب وليس لكتاب، لكن هي في اسم فيفيان ياجي، هي للأسرة بتاعت ياجي، يستحق الناس كلهم الشكر والامتنان لهذا العمل اللي قاموا به. وما
ما داير أستمر كثير لأنه بلقى روحي بعد شوية يعني يمكن لما الناس يدي الواحد فرصة للناس ممكن يحصل مداخلات والواحد يحكي فيها بعض النوادر والحاجات اللطيفة اللي كانت بتحصل وفي الوقت ذاك. فما علي إلا في نهاية الحكاية دي إنه أنا أقول رحم الله الحاجة بيبيان رحمة واسعة لما قامت به وقدمت للأسرة، للأهل، للسودان، لجامعة الخرطوم بالذات، ولطلابه والقائمين على أمر حفظ. وشكرا جزيلا يا جماعة.